عندنا واحدة كمان مشاكلنا الكبيرة حقيقة، هو انه دايما العنف من الراجل لمراته عنف مبرر ومقبول مجتمعيا الى حد ما، بيربيها على فكرة ومن حقه يعمل فيها اللي عايزة اللي هو عايزه، او هي استفزته لما بتروح بالظبط، ولما بتروح لأهلها الحقيقة انه الاهل بيبقوا حريصين على ان البيت ما يتخربش. يعني هذه هذا المصطلح وهذه الجملة دايما بتتكرر، انه ايه ابوها وامها يرجعوها لبيت جوزها، وامي ارجعي بيت جوزك لانه هو من حقه يعمل فيكي اللي هو عايزه، انت كده بتخربي بيتك، انت كده بتشردي العيال. الحقيقة انه بيحصل ضغط كبير على الزوجة، ودايما هذا السلوك هو سلوك مبرر من الراجل، وفي حالة ان الست حاولت تدافع عن نفسها، انا ما بقولش ان ده مبرر ابدا، الاثنين غير مبررين، في حالة الست بتحاول تدافع عن نفسها في مرة ولا حاجة، بتبقى الست بقى خلاص يعني كده عيرها فلت وقليلة الادب، وبترد على جوزها وبتشتبك معاه بالايد، لا هي بس تتضر وهو بس يمارس عليها هذا العنف، وساعتها يبقى من حقه. انا اقول لكم شوية ارقام، والحقيقة انها ارقام تخض شويتين، الارقام دي مش جايبينها من بلاد بره ابدا ولا من اوروبا والدول المتقدمة، الارقام دي بترجع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان 28% من الستات في مصر بيتعرضوا للعنف، و34% من الستات اللي سبق ليهم الزواج مطلقات يعني مروا بتجربة الطلاق تعرضوا للعنف البدني من الزوج، واربعة من كل خمس ازواج اعترفوا انهم وجهوا نوع من انواع العنف لزوجاتهم. يعني ممكن الست تداري، يعني ممكن الست ما تبينش ابدا لا لامها ولا اختها ولا صاحبتها ولا هي تكتم وتاخد ده وتقفل عليه حيطان البيت، بس تاني يوم تروح الشغل زي الفل ما فيش اي حاجه. الرجاله بقى هم اللي اعترفوا في هذه الاحصائيه، وقالوا ايه؟ انه اربعه من اصل خمسه اعترفوا انهم فعلا وجهوا العنف لزوجاتهم نسبه كبيره. 15% من الستات اتعرضوا للعنف على ايد احد الاقارب او افراد العيله، لو اتكلمنا عن الاب والاخ الكبير اللي هو ايه اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، فهو كسر لها ضلع يطلع لها 24، ده مبدا طبعا بيحكم كتير من الاسر. 90% من الرجال في استطلاع الراي ده شافوا ان الست المفروض تتحمل العنف للحفاظ على وحده الاسره. ياه 90%، انا ذهلت. يعني هو شايف من العينه انه كمان مش بس هي تتضرب، لا لازم لما تستحمل، لما تتضرب لازم تستحمل علشان المركب تمشي، وده دورها واجبها، مش ان هو يتطور، مش ان هو يتحسن، مش ان هو يقعد مع نفسه، مش ان هو يفتح قنوات حوار، مش ان هو يشوف انه بالشكل ده بيهين الاسره بالكامل وبيهين نفسه وبيهد الاسره، لا هي المفروض تحتمل هذا العنف عشان المركب تمشي.